ناكل نظل في الخطابات تاعي الكل نأكد أن لابد يكون رونتابيليز دي زيكيب. دونك ماشي كل عام، نعطيك مثال بالنسبة للكهرباء. حنا المشكل تاعنا أن نستثمر بقوة لتوليد الكهرباء. ليه؟ لأن عندنا مشكل في تاع أسبوع في المودوت، دونك خصنا أون برودوي أون فونكسيون دو بيك دو مودوت. هذا ماش راي سيدي، رانا نستثمر بقوة، شغل قليل نشوف الفلوس باش نفوتو هذاك الأسبوع. لا فالور هذه كومبليمونتير. دونك نفس الشيء بالنسبه للجميع، لازم نتعلموا نهائيا كومون رونتابيليزي، باسكو ان سياج بيداغوجيك سي يونيتي ايكونوميك، عندها مصارفها، عندها كذا وكذا وكذا. الدوله هي اللي متكلفه بكل المصاريف بالنسبه للمدرسه وبالنسبه للجامعه.